ليه اللي بيحصل؟ ليه ما نقعدش نعيد امورنا ونرتبها ونسمع الناس والخبراء؟ عملنا المؤتمر الاقتصادي، كم واحد نفذ توصيات المؤتمر الاقتصادي؟ اللي بيأسس الشركة يا ترى بيقدر يأسسها بسرعة ولا مطلوب اعمل كذا واعمل كذا لغاية ما عقدوه وطفشوه؟ لازم صوتنا يوصل للناس، ولازم الناس تحس انه العدل موجود بين الناس جميعا. اللي يفسد يتضرب ويتقال ويتنشر عنه عشان الناس تحس بالامل. احنا عايزين نعيد الامل للناس مره اخرى. احنا بنحتفل من ايام بالذكرى العاشره لثوره 30 من يونيو. احنا عايزينها انطلاقه جديده تعيد بناء ما هدم وتعيد لنا الناس تاني وتشيل الإحباط من نفوس الناس. وأي حد هيقول كلام غير كده يبقى ما بيقراش الحقيقة. الناس مش مبسوطة، الناس زعلانة، والقيادة السياسية عارفة الكلام ده. يبقى لازم نلم الدنيا، لم الدنيا يا حكومة، لموا الناس وشوفوا مشاكلها وانزلوا تحت، اختاروا قيادات مهمة. جمهورية الموظفين بتفسد كل حاجة، اضربوا بيد من حديد على الفاسدين والمنحرفين. ده إذا أردتم أنكم تلموا الناس. احنا محتاجين لمصالحة مع الناس، ومصالحة مع الناس تعني أن احنا نحل مشاكل الناس ونعيد فهم وقراءة فقه الأولويات مجددا. والكلمة دي أنا قلتها من سنة ونص في مجلس النواب. احنا عندنا مشروعات كبيرة جدا وما حصلتش، بس عايزين نشوف الناس. الناس دي نحتوي زعلها وغضبها، ولما بقول غضبها أنا أعني بهذه الكلمة. وأنا لما بتكلم بتكلم لصالح الوطن ولصالح الدولة ولصالح النظام. الرئيس بيشتغل بكل قوة وبكل إيمان وبكل عزيمة، وقارئ الخريطة وفاهم كل حاجة، وما بيتحدثش عن معاناة الناس من فراغ. بس يا حكومة ويا مؤسسات ويا مجتمع مدني، ساعدوا رئيس الدولة إن احنا نعبر من الأزمة دي. نحط جهودنا كلها في إيد واحدة ونقاوم كل الفساد الإداري والمالي الغول اللي بيحاول يأكل الأخضر واليابس في هذا البلد. لما نحط إيدينا في إيدين بعض ونتفق على جدول أعمال، أوله ستر المواطنين، إن الناس تبقى مستورة. وشعبنا ما هوش يا بتاع كذا ولا كذا، الناس عايزة ببساطة. ثانيا، توقفوا الاستفزاز اللي بيحصل في الساحل الشمالي ده، وقفوا الاستفزاز ده. يقول لك كذا واللي يقول لك كذا، والناس مش طايقه ولا مش قادره. بالراحه. وانا ما بقولش على الكل، انا بقول على فئه محدده، ياما ناس موجوده في الساحل الشمالي محترمه جدا. وبتراعي مشاعر الناس، ما تقعدش تستفزني ولا اخواننا اللي يطلعوا على الفيسبوك كل يوم والتاني عشان يعملوا بقى ترند ويعملوا بتاع، يروح يجيب بنت صغيرة تقول له أنا قاعدة هنا دي بقى الجراها ب 10,000 وبجيب مش عارف سندوتش بكام. الكلام ده بيستفز الناس يا جماعة. لازم نراعي، نحن نسعى إلى السلم المجتمعي، مش عايزين مشاكل في المجتمع، عايزين نلم الدنيا. عايزين نقول للشعب المصري إن احنا موجودين معاكم وعارفين مشاكلكم ونعترف بالأخطاء. هو في إيه لما نعترف بالأخطاء؟ احنا ما احناش انبياء ولا اولياء. نعترف بالاخطاء، نعترف ان عندنا جوانب قصور، مشاكل متعدده، وعود ما تنفذتش. المصارحه والاعتراف ده بيفتح وبيدي الناس اطمئنان وامل من جديد. لكل ذلك احنا في مرحله مهمه جدا، وبنعبر من ازمه لازمه، والتحديات كبيره جدا، والشائعات لا تتوقف،
ومحاولة النيل من الدولة ومن القيادة لا تتوقف. ثقتنا في الرئيس لا تعني ان احنا بنثق في كل البهوات اللي موجودين، لا، في ناس بتشتغل كويس لكن في ناس ما بتشتغلش مغمضة عينيها. احنا محتاجين التغيير اللي يعيد رسم الأمور بشكل صحيح.